لأن الشهادة القيمة الأسمى والأنبل، ولأنها التضحية التي لا يضاهيها أي شيء. اليوم حبينا يشاركنا بصباحنا غير بهي الحلقة المميزة أم من أمهات كتار على امتداد سوريا زرعوا هالقيمة بأبنائهم، فأزهرت أرض سوريا شقائق النعمان المروية بدماء أبناء هي الأرض. ليا، مثل ما قلتي معنا اليوم أم شهيد، مثل كثير من أمهات سوريات قدموا أولادهم فداء لتراب الوطن ليبقى طاهر قوي صامد في وجه الإرهاب. اليوم معنا الست دعاء الحسن، أم الشهيد حمزة الحواصلي. نقول لك يسعد صباحك، ونحن سعيدين بوجودك معنا. وأنا سعيدة كتير بوجودي معكم، وبشرفني كتير أني أكون معكم كأم سورية لشهيد روى أرض البلد بترابه وبدمه. أهلا وسهلا فيكي مدام أم حمزة. خلينا اليوم نحكي بمناسبة عيد الشهداء عن الأم السورية يلي ربت وكبرت ويمكن قدمت أغلى شيء بتملكه يلي هو ابنها. وحمزة هو أصغر مقاتل، عمره 14 سنة وأصغر شهيد بصفوف القتال. الحمد خلينا لله. نحكي شوي اليوم عن الأم، عن القوة يلي بتعطيها للأولاد وبتعطيها لكل حدا حواليها. حبيبة قلبي، نحن الحمد لله من فضل الله ربينا ببلد من الأساس فيها وطنية، فيها محبة للأرض وللوطن. نحن تلاميذ القائد الخالد حافظ الأسد، رضعنا أولادنا حب الوطن من نحن وصغار، ربينا على حب الوطن وعلى حرب تشرين التحريرية وعلى انتصارات الجيش العربي السوري. فما بالك أنه نحن وقت اللي صارت الأزمة ما نرد الجميل لهالبلد، ما نرد الجميل للوطن اللي قدم لنا كل شيء، الرفاهية والخير والسعادة والأمن والأمان، هي أهم شيء. فالحمد لله ربينا أولادنا ورضعناهم مع حليبنا حب الوطن والتفاني والإيثار مشان هالبلد ومشان سوريا الحبيبة، سوريتنا. وكل أم، مو بس أنا، كل أم بهالبلد بتقلك هلأ وبعدين، أنا وأولادي وزوجي وحياتي كلها فدا تراب سوريا. صحيح. ست دعاء، خلينا نحكي عن الشهيد حمزة، أصغر مقاتل في سوريا، عمره 14 سنة. لما يروح على القتال في ساحات القتال شو كان يقول لك؟ بعد هالحكي هلأ عرفنا ليش حمزة مقاوي، بعد هذا العنفوان الموجود ولمسناه من خلال كلماتك ومن خلال المرسوم، يمكن هذا العنفوان المرسوم بعيونك. خلينا نحكي عن حمزة شوي. اليوم في عيد الشهداء قبل ما يروح على ساحة القتال كان يبوس جبينك ويقول لك يا أمي أنا رايح. حمزة كان ضحكة بيتي، حمزة كان ضحكة المنطقة اللي هو فيها، يزرع الفرح وين ما يمشي. حمزة كان لما بده يروح على القتال يعمل لنا جو ضحك، يعمل لنا جو هيك فرح مشان ما يخليني أتأثر. حمزة هو ورايح بيقول لي ماما دعي لنا، بقول له يا ماما دير بالك على حالك، لك أنت صغير إذا استشهدت ما في حدا حيعترف عليك. بصراحة أنا يعني كثير أتأثر إنه معروف الشهيد تحت 18 سنة يعترف عليه بالجيش العربي السوري، قال له ماما أنت صغير، يقول لي يا ماما أنا رح أنحسب شهيد فوق عند الله وأكيد حيجيهم يعترفوا فيني. سبحان الله، ثاني يوم شهادته اتكرمت من قيادتي وتكرمت من أهل منطقتي ومن شعبي كله، الحمد لله أهل سوريا كلهم بينادوني أم البطل. ابني قدم دمه وقدم روحه رخيصة كرمال الشباب وكرمال البنات وكرمال عرضنا وشرفنا، مثله مثل أي شاب. وبقول لك إنه هلأ أخواته عم ربي فيهم نفس اللي ربيته بحمزة، ومستعدة أقدمهم الأربعة في دا تراب سوريا. الله يحمي لك ياهن. مدام خلينا شوي نحكي، لما جاكي نبأ استشهاد حمزة بهي اللحظة، شو الشعور؟ ضاربت عندك المشاعر؟ خلينا يمكن نحكي إحساسك الأولي. هلأ أول ما إجا الخبر ما تجرأوا اللي حوالي يقولوا لي حمزة استشهد، قالوا لي حمزة يا شهيد يا متصاوب. فمن فضل رب العالمين نحن ناس خلقنا لنعطي، الأم خلقت لتعطي. وأنا من فضل رب العالمين كمان عندي كلمة السيد الرئيس الخالد حافظ الأسد، الشهيد هو الإنسان العظيم الذي قاتل فأبدع. المهم بتوقف عند كلمة قرر الشهادة واستشهد. أنا ابني لما طلع آخر يوم وقت اللي ودعني قلبي حسني إنه ابني مراجع، بوسني وقال لي ماما دعينا. طبعا دعيت له وقلت له ماما احمي ظهر ابوك. لما اجاني الخبر، بكذب عليكي اذا بقول لك دغري هيك يعني انه اخذت على الموقف، لا،
أول شيء تضاربت عندي مشاعر الأمومة وتضاربت عندي مشاعر الفقد إنه أنا بدي أفقده. قام فجأة تذكرت حالي وتذكرت إنه أنا عم شيع قبل من ابني شيعت كتير شهداء بمنطقتنا، عم بطلع مع أهليهم على مقبرة الشهداء الموجودة بمنطقتنا وعم نزلغط لهم. فوقفت قلت للأمهات قلت لهم مو مسامحة اللي بتبكي على ابني، ابني شهيد، ابني عريس، ابني بيتزلغط له. وزفينا للمقبرة ونحن عم نزلغط له وعم نهتف للبلد وعم نهتف لحرية البلد ونصر البلد بإذن الله. النصر دائما بيكون مرسوم من خلال هي الكلمات وهذا العنفوان الموجود عندك ست دعاء ولعند كل الأمهات السوريات. اليوم كنا بتمنى ندخل لعند كل الأمهات السوريات بيت بيت لكل أم شهيد نقول لها كل عام وأنت بألف خير، كل عام وأنت فخرنا خير. يمكن والشعلة اللي تضاء في درب الشهداء. خلينا نحكي عن خيك كمان شهيد بطل، خلينا نحكي الحمد عن لله. أخي الشهيد محمد الحسن كمان كان عسكري بالجيش العربي السوري وهذا الشيء كتير بيشرفني كمان. نحن كتير بنفخر بشبابنا وبنشد على عزمهم، نحن خنساوات سوريا، نحن بنشد على عزم شبابنا وولادنا وبنقول لهم أرواح يا ابني على الجيش أرواحي. فأخي كان عسكري وجاي من قطعته وانقطع الطريق، صار في خطف وصار في إرهاب يعني يمنعه يرجع على قطعته، فانتسب مع الشباب اللي عم يقاتلوا الجيش اللي عم يقاتل ضمن منطقتنا، ضربوا علينا هاون، فركض أخي مع الشباب الموجودين مشان يسعفوا الناس. والحمد لله رب العالمين حمل مرة وعم يركض فيه على مشفى الصدر الموجودة عنا، فإجت قذيفة هاون والحمد لله ارتقى مع الشهداء مثله مثل أي شهيد قدم له البلد. الله يرحم روحهم يا رب. اليوم رسالة بتحبي توجهيها لكل أم سورية فقدت ابنها، فقدت زوجها، فقدت شهيد بعائلتها، قديش اليوم القوة لازم نحن نستمدها من بعضنا ويمكن بطولات أولادنا وشهدائنا لازم تتنقل لأجيال جاية لحتى نحن نضل صامدين وأقوياء. أنا بقول لكل أم فقدت أخ، أب، ابن، بنت، طفلة، طفل بهالأحداث، كل أم فقدت عزيز عليها بقول لها صبرا فإن موعدنا الجنة. صبرا النصر، نحن كليتنا بنقول الشهادة أو النصر، بس أنا بقول لهم هلأ لا اطلبوا النصر، بس تطلبوا النصر حنلاقي النصر وإن شاء الله شهيد ورا شهيد غير حرية هالبلد من الإرهاب ما بنريد. طيب خلينا نحكي ست دعاء كلمة بتحبي تحكيها لأمنا الكبيرة سوريا لما تقولي اليوم أنه أنا رضعت ولادي حب الوطن وابني البكر هو شهيد للوطن وعم ربي ولادي الباقيين على هي القيم والأخلاق وبقدمهم كلهم، بنحس أنه مستقبل سوريا ما رح يضيع طول ما عنا أمهات مثل حضرتك، طول ما عنا أبطال رجال الحق، رجال الجيش العربي السوري. شو بتقولي لأمنا الكبيرة سوريا؟ بقول يا سوريا حنضل نعطي ونعطي ونعطي، نحن شقائق النعمان اللي بتطلع مشان تروي هالأرض. نحن كلياتنا فدا سوريا وفدا تراب سوريا، رجالا ونساء وأطفالا، شيبا وشيابا، شبابا وشيابا، نحن كلياتنا حنضل نعطي ونقدم لحتى يرتفع العلم السوري بدون أي إرهابي وبدون أي داعشي وبدون أي تكفيري، ترجع سماء سوريا صافية وإن شاء الله رب العالمين النصر قريب. إن شاء الله يا رب. أكيد يعني ظروف صعبة عم تمرق فيها البلد، لازم كلنا نكون حد بعض وإيد وحدة. اليوم قديش دورك تضاعف كأم شهيد، دورك قديش عم يزيد، كمان عندك أولاد بدك تربيهم صح، بدك تعيشيهم صح أيضا، قديش اليوم دور الأم السورية ضاعف بهاي الظروف يلي عم تمرق فيها؟ هلأ أنا مسؤوليتي كأم شهيد أكبر بكتير من مسؤوليتي كأم عادية. أنا أم شهيد لازم ربي ولادي والأجيال اللي عم معرفقات ولادي واللي عم يشوفوني واللي عم يسألوني لازم يعرفوا إنه نحن صامدين، نحن أمهات قدمنا، نحن ما بنبكي على أولادنا، نحن بنشتقلهم بس ما بنبكي على الشهيد. هذا الشهيد طلع ارتقى عريس أحياء ولكن لا تشعرون، بس نحن في عنا جيل قادم لازم نزرع فيه القوة، نزرع فيه الكبرياء، نزرع فيه العزة. نحن بنرفض شيء اسمه الخنوع، بنرفض شيء اسمه الضعف. نحن أولادنا خلقت لترفع راسها، وطالما نحن سوريين نحن بنرفع راسنا. أكيد. هاي رسالتنا. طيب أكيد. ست دعاء بالختام لو حمزة عم يسمعك هلا شو توجهي له كلمة؟ الله يرضى عليك، بيضت وشي ورفعت راسي
ما ضل حدا بسوريا ما بيقول لي امي، هي بتكفيني. ما في جندي او مقاتل او مصاب الا بيقول لي امي، ما بتكفيني هي. اكيد عن جد تعجز الكلمات قدام حضرتك، ام سوريه بامتياز. دعاء اخير بدنا اياه، يعني هيك بنطلبه منك لكل ابطال الجيش العربي السوري بالميادين. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم. إلهي يرجع المخطوفين والأسرى لأهلهم سالمين غانمين، وإلهي بحق من نحن في حضرته الشهيد، إلهي بحق كل شهيد قدم دمه رخيصا من أجل سوريا، يحمي شباب الجيش العربي السوري ويحمي القوات الرديفة ويحمي كل شاب حامل سلاح وكل شاب واقف بمكان عمله عم يجاهد ويدافع عن هالبلد. آمين. محميين ومنصورين بإذن الله. آمين يا رب. أم البطل، نحن اليوم كثير انبسطنا بوجودك معنا بهي الحلقة المميزة بعيد الشهداء. شكرا كثير لك وشكرا لحضورك. خلي لياك. شكرا لك ست دعاء الحسن أم الشهيد حمزة الحواصلي أصغر شهيد في الدفاع الوطني. شكرا لوجودك معنا ونحن فخورين انك موجوده. بدنا نوجه تحيتنا كمان لكل الامهات السوريات اللي عم يتابعونا. شكرا كثير لك. الله يسلمك يا رب، وانا بتشكركم. شكرا كثير لك. اما هلا مشاهدي